مساء الخير يا جماعة. بص، أنا هحاول أعمل زي كروس أوفر ورا الفيديو اللي أنا بعرضه على السكرين ده عشان أشرح فيه يعني أنا بعمل إيه. فأنا الأول بدأت بأوتلاين بسيط على قد ما قدرت، وبعدين بحاول زي أحدد كده حواليه هو إيه أكتر معالم بتميز الصدفة اللي أنا برسمها دي. فخدت منها أجزاء حسيت إن هي ممكن أستند إن هي تبقى أقدر أعلم منها ارتفاعات وزي اللوكيشن بتاع أبعاد الصدفة دي، فكنت برسم الدوائر دي عشان كده. ومنها بدأت أعمل سكتش تاني مدروس أكتر يعني. فده السكتش التاني على داير تاني بعد ما قللت يعني الاوباسيتي بتاعت اول سكتش عندي عشان اقدر ارسم فوقه. وهنا ده ال color blocking زي ما بيقولوا في فيديوز تانية يعني. ف انا بحط ببروش اللي انا حسيت ان انا حاسس ب ان انا اقدر استعملها احسن عشان اقدر استخدم ال color blocking ده كويس. و بحاول اشتغل الاتنين مع بعض، الباك جراوند والشيل مع بعض، عشان هي الالوان الغامق والفاتح بتاعها ما بيبانش مقارنة بالباك جراوند البيضة خلاص. لازم يكون في عندي الباك جراوند قد ايه غامقة وقد ايه فاتحة، فتبين لي هي الصدفة بتاعتي كمان بالنسبة للباك جراوند قد ايه غامقة وقد ايه فاتحة. انا بتعلم وانا شغال، فانا في حاجات بحاول اعملها وممكن ما تنجحش فبعملها بطريقة تانية. طول ما انا شغال ببص على الصدفة وببص على الرسمة بتاعتي في نفس الوقت، عشان انا بنسى الرؤية بتاعتي في خلال ثواني يعني الحاجة اللي موجودة قدامي كانت عاملة ازاي، فبحتاج ان انا يبقى عيني على الحاجتين في نفس الوقت. الفيديو متاخد على اكتر من يوم، ف انا حاسس ان الحكايه ديت بتخلي الواحد يقدر يعني يعرف الاخطاء بتاعته في اللقطات اللي قبل كده يعني، لما ببعد عن الرسمه وارجع لها تاني. ده قصدي. ف وانا شغال وانا ببص على الصدفة هحس ان في حاجات مكانها مش احسن حاجة، مش هو اللي انا شايفه قدامي. وانا القاعدة الاساسية بالنسبة لي هو ان انا اصدق الحاجة اللي انا بشوفها اكتر من ان انا اخليها تمشي ورا الحاجة اللي في دماغي يعني. الحاجة اللي انا شايفها هي اللي بتقول الحقيقة اكتر من دماغي اللي عايزة تقوله يعني. انا بدخل في تفاصيل كتير وبعدين بكتشف ان في حاجات عندي انا مش مقتنع بيها، مش ده اللي انا شايفه يعني قدامي. فببدأ احاول يعني اقنع نفسي باللي انا شايفه يعني. فدي كده مجرد انا بحاول افهم نفسي هو الموضوع عامل ازاي يعني، لو بسطت الموضوع لدماغي انا يعني. هبدأ افهم بقى ان لا انا عايز الصدفة دي بصالي اكتر يعني، انا حاسس ان انا رسمها بمنظور غلط شوية. فوتوشوب ميزته ان انا اقدر بدل ما اعيد رسم كل حاجة ان انا ممكن احرك فيها شوية يعني. وفي طرق كتير الناس بتعمل بيها الحكاية دي، انا حاولت اعمل منهم طريقة. وانا حسيت فعلا ان الحاجة اللي حصلت دي خلت الحاجة اللي قدامي أقرب للي أنا شايفه يعني، مش الأقرب للي أنا في دماغي. أنا شايف إن الصدفة طول ما هي يعني في جزء منها قريب وجزء منها أبعد، فلازم الجزء القريب ده يبقى أكبر يعني عشان هو أقرب لي يعني. كل حاجة بتبقى أقرب لعيني بتبقى أكبر. ف ده اتحقق هنا في المنظور يعني، لما بدأت أقرب الأوبجكتس ليا وأخليها تبقى أقرب للي أنا شايفه.
بقت تبقى منطقية أكتر بالنسبة للي بيبص بالمنظور يعني. في أجزاء بتبقى ورا الصدفة بنشوفها يعني، عشان هي جزء كده بلمح منه طرف يعني، حبيت أدون ده في الصورة، الجزء اللي هو على اليمين خالص ده. ومزيد من ان انا اقعد افكر في كل حاجة مكانها ايه بالنسبة لارتفاعها وبالنسبة لأماكن تانية يعني. يعني وانا برسم احيانا كتير ببقى بشاور على نقطة معينة في الصدفة على الحقيقة، وبحاول اشوفها بالنسبة لنقطة تانية، ارتفاعها اقرب ولا ابعد. ف لما بلاقيها ابعد او ارفعها شوية لقيتها تحت شوية انزلها يعني. انا بيبقى عندي عبارة عن وجود علاقات بين اجزاء اللوحة يعني، لان انا برسم على سطح 2D وبعمل زي illusion اللي قدامي ان هو حاجة 3D يعني. هو المفروض ان اللي يشوفها يقول لا دي حاجة بارزة عن الصورة، مش حاجة، مش مجرد صورة يعني. حسب طبعا اللي بيرسم بيبقى عايز يعمل ايه يعني. بس احنا بنعمل دراسة. الظل بيخلي الحاجة تبقى ليها زي أرضية يعني، حاجة واقفة على أرض، ومش كل الظلال لازم تكون حادة يعني. في أجزاء بيبقى النور واضح جنب الظل جامد فبتبقى حادة، وفي أجزاء بتبقى مسحوبة كده وفيدد عشان مفيش إضاءة مباشرة يعني. من هنا الموبايل فصل خلاص. انا حبيت اعرض شوية مراحل للصورة، الاوتلاين البسيط البدائي بتاعي في الاول، مجرد خطوط بسيطة، وبعد كده احدد. هي دي مرحلة ترانزيشن بين الاوتلاين الاولاني ودي يعني. وبعدين انا واخد زي سكرين يعني كده من الحاجة اللي رسمتها ابيض واسود، والفاينل بيس بتاعتي يعني. وده المنظور بتاعي وأنا برسم وقت ما كنت باصص على الصورتين جنب بعض. شكرا.